عدنا مرة أخرى مشاهدينا ولسه بنتكلم عن الحقوق للعمال بعد إقرار الدستور الجديد، وخلينا نبتدي كمان نتكلم عن الحقوق الإنسانية. أنا هرجع لحضرتك تاني أستاذ أحمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المفروض يكون في تنسيق وتعاون، وهو فعلا يعني هناك نوع من التعاون ما بين هذه الشركة وبين الحكومة، يعني مستحيل ما يكونش فيه، لأن احنا زي ما أشرنا وبشير تاني، شركة بتنتج 40% من زيت الطعام، المفروض ان هو الزيت الرخيص اللي 80% مننا بيستعمله، فمش ممكن ما يكونش فيه تعاون ما بينها وما بين الحكومة. احنا حاولنا نتصل باستاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد عمال مصر، الحقيقة هو رفض يرد علينا ورفض ان هو حتى يعلق على المشكلة او يحاول ان هو يقول اي حل. فاحنا وقال انا مش هدخل مع عمال، ومش عارفة يعني ايه مش هتدخل مع عمال، انت اصلا رئيس اتحاد العمال، فيعني ايه انا مش فاهمه برضو ايه الرد الغريب اللي حضرتك قلته ده يا استاذ عبد الفتاح. نرجع مره تانية للمشكله، اتفضل اتفضل استاذ. احنا هنرجع للتنسيق. التنسيق بيرجع اول حاجه للمهندس طارق شعلان بالسي في بتاعه اللي هو عرضه على الشركه، ان هو كان ليه علاقات بالنظام السابق. انهي سابق فيهم؟ احنا عندنا نظام، لا في الاسبق وفي السابق. السابق اللي هو على طول تمام. ميوله واللي احنا شفناه وتوجهه واللي هو اثبته لنا لحد النهارده على ارض الواقع، ميوله اخوانيه تمام. كان ليه علاقات مع الحكومه جامده، وكان المفروض الشركه جايباه عشان يسهل لها المأموريات بتاعت زيت التموين والمستخلصات والحاجات ديت. كان المفروض يسهل لها ازاي بقى؟ يعني بعلاقاته. يعني انا مش فاهمه بعلاقاته. طيب استاذ جمال، انا هرجع لحضرتك تاني، عايز افهم بقى يعني برضو عايز اعلق على كلام الاستاذ احمد فتحي، وكان في برضو بما ان هو يعني اتكلم عن موضوع ان هذا الرجل مهندس طارق شعلان بيتجه اتجاهات اخوانيه. طيب الكلام ده كان موضوع ايه؟ يعني موضوع ان هو عايز يمشي العمال اللي موجودين عشان يجيب عمال تانيين مثلا، ولا عايز يمشيهم لو وخلاص؟ لو كان هو ده الاتجاه اللي الدوله ماشيه فيه كان اكيد هيعمل كده. هو حته بس ان بيحصل تنسيق ما بين الشركه بتاعتنا والعملاء بتاعتها اللي هي بتمثل في الشركه القابضه اللي هي بتاعت القطاع العام تمام. لو كان في تنسيق، احنا دخلنا اعتصام يوم 15 تمام، المصنع وقف يوم 19. المصنع وقف يوم 19 لمده شهر. شهر كامل المصنع وقف، احنا في اعتصام. المجموعه اللي دخلت اشتغلت فهي موجوده في الشغل، والمجموعه اللي في اجازه او الشيفت اللي عليه نايت شيفت او مورنينج شيفت تاني يوم نايم تمام. اشتغلنا 4 ايام بالظبط. بعد كده جه السيفتي في الشركه يمنع ان العامل ما ياخدش قسط من الراحة كافي ان هو يدخل يشتغل. هي دي الحقوق الانسانية اللي انا بتكلم عليها. تمام، هما بصراحة في الحقوق الانسانية زي الفل. تمام، لسه في قصة تانية في الحقوق الانسانية. طيب انا بس هستأذن حضرتك استاذ جمال، في معانا على الهاتف احدى العاملات رفضت طبعا ذكر اسمها خوفا من يعني تعسف او بطش الادارة. صباح الخير يا استاذة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا استاذة نهى، كنت مع حضرتك على التليفون الاسبوع اللي فات. اهلا بيكي. الله يخليك يا استاذة نهى وربنا يكرمك يا رب. تمام اتفضلي. والله يا استاذة نهى انا بصبح على زمايلي طبعا، وانا يا استاذة نهى احنا بنأكد كلامنا، احنا متضامنين مع زمايلنا المعتصمين في الشركة. لان احنا مش يعني احنا مش مضربين ولا متوقفين عن العمل، لا احنا بنأكد ان الشركة هي المتوقفة عن العمل بقالها شهر وبعتت لنا باجازات رسميه على بيوتنا. تمام يا استاذه نهى. تمام حضرتك سامعاكي يا استاذه نهى. عمليه سياسيه بحته، احنا زج بينا في العمليه السياسيه، احنا لا نقت لنا فيها ولا جمل. العمال يا استاذه نهى ما كانتش بتطالب بارباح ولا بتطالب زي الشركات الثانيه بوقف الانتاج لما تصرف لهم ارباحهم كامله، بالعكس احنا اتضغط علينا من الشركه ان انتوا روحوا ارفعوا قضايا بارباحكم السابقه، واحنا فعلا رحنا توجهنا ورفعنا قضايا بحيث ان الانتاج ما يتوقفش، لان احنا فاهمين كويس جدا خطوره الشركه في وضع الاقتصاد المصري، وان توقيف الشركه عن العمل يوم ده هيضر بالاقتصاد المصري وهيرفع الاسعار بالنسبه للدواجن.
طيب يعني حضرتك ما كنتيش موجوده في الاعتصام، ولكن حضرتك متضامنه معاهم. مطالب حضرتك ايه؟ اتفضلي. دلوقتي يا استاذه منى، احنا 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 زي ما احنا بنقول من الاول، ما فيش مطالب غير اعمال القانون، تفعيل القانون، والتعامل مع النقابه بشكل لائق، لانهم رفضوا التعامل مع النقابه اصلا في وجود الاستاذ طارق شعلان بعد 30/6. وده السؤال اللي احنا بنساله، ليه وجوده بعد 30/6 بالذات، وليه تعسفه معانا بالطريقه دي؟ الشركه ماشيه بقالنا اكتر، شغالين بقالنا اكتر من 10 و12 سنه، ما كانش فيه اي مشاكل، ما وقفناش على اي حاجه، ما حدش اعترض مننا على اي شيء، لم نتوقف عن العمل. يعني هم جابوا المهندس طارق شعلان بعد 30/6 وحضرتك شكه في وجوده في هذا التوقيت؟ انا شكه في وجوده ليه في هذا التوقيت تحديدا؟ في التوقيت تحديدا. اولا يعني هو كان فيه فراغ دستوري، وهو عايز يستغل، هو جاب وعد الشركة الأمريكية حضرتك ان هو دلوقتي يخلصهم من العمالة في سبيل ان هم يوفروا على نفسهم ملايين الأرباح اللي سوف يتم صرفها في اشمعنى تتوفر ملايين الأرباح دلوقتي؟ ما توفرتش من زمان ليه؟ انا بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. وهحاول مع حضرتك. ثواني، اتفضلي. دلوقتي يا استاذة نهى، الوضع الحالي يا استاذة نهى، احنا دلوقتي بنتوجه ببلاغات، انا من ضمن الناس اللي بتوجه ببلاغات للواء ناصر العبد مدير امن اسكندريه للتحقيق الفوري والمباشر مع مدير الشركه طارق شعلان فيما تسبب فيه من فزع وذعر للعاملين ووقوع اصابات جسديه ونفسيه في صفوف العاملين، وبتقدم ببلاغ اخر لوزارتي الاستثمار والقوى العامله في التحقيق الفوري والمباشر مع مدير الشركه بنفس الاسم برضه في قراره بالتوقف عن الشركه عن العمل. حضرتك تقدمتي فعلا بالبلاغات دي ولا لسه هتعملي محاضر بيها؟ يا استاذه نعمها، احنا دلوقتي بنتقدم من خلال حضرتك لان احنا بنروح نتواجه بالبلاغات دي. البلاغات دي بتتحط في الادراج، ما فيش غير اللواء ناصر العبد يمكن هو اللي يعني متعاطف معي. طيب دلوقتي يا استاذه مع الاضرار بمصلحه السوق المصري، يعني هو كل هدفه اضرار بالسوق بمصلحه السوق المصري المباشر، ووضع الحكومه الحاليه في ازمه وظهورها قدام العمال انها غير قادره على انها تحميهم وعلى انها تنفذ تطبق عليهم القانون. ده ما يبقاش في ثقه ما بين العامل وما بين الحكومه برضو، يعني في احنا كلنا ثقه في الله يا استاذه مها وفي الحكومه، لكن لغايه النهارده يا استاذه مها لم يتحرك لنا احد لغايه النهارده. النهارده بقى لنا شهر واسبوع. حضرتك دخل عماله الشركه بتشتغل دلوقتي فعلا عشان يتملص من حته ان هو موقف الشركه، ومفيش اجراء واحد اتخذ معاه، مفيش مسؤول حقق معاه، لا في دخول المعتصمين، لا في دخول الكلاب والبلطجيه على المعتصمين، ولا توقيف الشركه شغل شهر عن العمل، ولا فصل 25 عامل لغايه دلوقتي، ولا دلوقتي فصل 25 عامل 25 عامل اتفصل. ولا سبب قانوني يا استاذه مها، سبب ان هو يفصل الناس دي قبل نتيجه الاستفتاء بيوم. احنا عايزين الحكومه يعني تحطه في تحقيق سبب. هو فصل ال 25 عامل قبل النتيجه بيوم، قبل يعني امبارح نتيجه الاستفتاء بيوم، يعني اول امبارح؟ لا قبل بعد اول يوم في الاستفتاء من الاستفتاء يعني يوم 14 اللي فات. تمام، ايوه. ايه السبب؟ بعد ما ظهرت النتائج الاوليه، مش كده؟ الله ينور على حضرتك. كان تاني يوم من من الاستفتاء، كان تاني يوم من الاستفتاء. تاني يوم، تمام، يوم 16. كان تاني يوم من الاستفتاء. ايه السبب؟ لم يتخذ معاه اي اجراء، ولا يحصل معاه اي تحقيق لغايه دلوقتي يا استاذه مها، ما حدش حقق معاه لغايه دلوقتي في هذه الواقعات الخطيره جدا اللي لم تحدث في سابقه لاي شركه على مستوى الجمهوريه، لم تحدث في سابقه ابدا قبل كده. هو عايز يحط الحكومه في ازمه ان تظهر قدام الراي العام انها حكومه غير قادره على تفعيل القانون وعلى حمايه العمال. فهمت يا استاذه، انا فهمت راي حضرتك ايه بالظبط. طيب انا بشكرك جدا، هنرجع لحضرتك مره ثانيه. التوقيتات اللي اشارت اليها هذه العامله، توقيتات الحقيقه تثير التساؤل، اشمعنى في بعد 30/6 بدا يعمل الحاجات دي؟ اشمعنى ثاني يوم الاستفتاء اللي هو يوم 15 بعد ظهور النتائج الأولانية يعني التي أشارت طبعا بنعم للدستور حصل الكلام ده؟ يعني المفروض ان احنا نتوقف عند التوقيتات. في حاجة هو تانية. عمل في حاجة تانية حضرتك، في زيادة في ما لا يقل عن 20,000 عامل في خلال شهر فات ما خدوش أجورهم.
المصنع مصر. المصنع دوت توقف المصنع بس هم اللي موقفين المصنع. لا 20,000 عامل يا فندم فيما لا يقل عن 20,000 عامل. قصدي الاداره هي اللي موقفه. حاجه لحضرتك ازاي المصنع دوت فيه عماله مباشره ال 137 اللي موجودين فيه تمام في عماله غير مباشره عندي مقاولين تحميل عندي مقاولين نظافه عندي مقاولين نقل عندي جرارات نقل عندي تبعين عندي عمال بيعتقوا عندي مصانع بتقف على المصنع تمام كل دول من فترة 18 19 19 12 لحد شهر قعدوا شهر كامل واقفين لان المصنع وقف. المصنع اول ما وقف حضرتك وقف يوم 19 احنا بعتنا اختارات لوزارة الاستثمار وزارة التموين وزارة الصناعة وزارة القوى العاملة بعتنا لهم اختارات ان المصنع ده بيقف. احنا مصنعنا ما ينفعش اي حد يجي يقول النهاردة احنا هنوقف حتى لو للصيانة احنا هنوقف وخلاص لازم يبعت اختارات للجهات المعنية. السيدة العاملة استاذة اللي كانت بتتكلم من شوية كانت بتشير الى موضوع اطلاق بلطجية واطلاق كلاب شرسة على العمال. الواقعة دي تفاصيلها ايه استاذ جمال؟ الواقعة دي كانت اليوم العاشر اعتصام. احنا طبعا بعد ما اتقدم فينا بلاغات في القسم في بعض الزملاء فينا ان احنا ان الناس دي محرضة على الاضراب طبعا المصنع هو اللي وقف احنا كنا شغالين. هم قدموا بلاغات فيكم انتوا اللي حرضتوا على الاضراب. ادونا اجازة اسبوع من رصيد الاجازات. خدنا اجازة اسبوع من رصيد الاجازات. كل المعتصمين اخدوا اجازة اسبوع من رصيد الاجازات. طيب اتعمل فينا محاضر في القسم. الصور طبعا يعني احنا عايزين نشوف هنشوف دلوقتي على الشاشة حالا الصور اللي موجودة اهي. طيب ممكن تعلق لنا حضرتك على الصور دي. اتعمل فينا محاضر في القسم ان في سبعة مننا. الصور الصورة دي فين بالظبط وكان الصورة دي على مدخل المصنع ده بداية الميزان اللي بتخش عليه العربيات تحمل وتوزن اللي جايبة الحبوب اللي طالعة بقزب اللي طالعة بزيت. كويس قوي. هنا المصنع دي ده خلف المعتصمين على طول يعني احنا تمام مبنى على اول الشاشة من الناحية دي تمام احنا بنصوره مكان ما تصور كده ده مكان مركز نقطة الاعتصام وهم خلفنا بالكلاب حتى حضرتك هتلاقي في كلاب. طيب نشوف الصورة اللي وراها دي مكان الاعتصام بتاعنا ساحة انتظار السيارات او الباركين بتاع الشركة. ده شكل الاعتصام اللي عملوه العمال واضح ان هو اعتصام بلا ادي الكلاب الشرسة اللي تم اطلاقها على العمال وهم معتصمين اعتصام سلمي. دي الساحه الخلفيه عند البوابه الخلفيه واضح ان ده سور مبنى الاستخلاص تم اطلاقهم على العمال. اتفضل يا فندم. ده سور مبنى الاستخلاص. المكان ده بيشربوا فيه سجاير وبيشربوا فيه طبعا مواد مقدره. مين اللي بيشربوا؟ مجموعه البلطجيه متصورين دول البلطجيه اللي كانوا واقفين. طبعا احنا عندنا تنكين هكسان. حضرتك عارفه ماده الهكسان دي شديده الانفجار جدا. المفروض ان احنا مكان التدخين بتاعنا خارج المصنع بحوالي المصنع ده ممنوع فيه التدخين لان في مواد شديده الانفجار ومع ذلك البلطجيه اللي تم الدفع بيهم وللاسف اللي دخل البلطجيه علينا بالليل واحنا نايمين كان مدير السيفتي بتاع المصنع. كان تحت اشرافه 250 بلطجي. 250 بلطجي دخلوا على الناس وهي نايمة. صحاهم من المسجد، صحاهم من اللوكر، صحاهم من الكافيتيريا اللي كانوا نايمين فيها وطلعوهم بره وادعوا عليهم ان هم قوات خاصة والبعضهم قال ان احنا الثلاث سبعات وكان في ناس منهم فعلا لابسة زي المموة يعني كمان بينتحلوا صفة ضباط. طيب خلينا ناخد على الهاتف الاستاذ البدري فرغلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك. أيوة مره ثانيه. ايوه صباح الخير. طيب طبعا حضرتك خير من يعلق على هذا الموضوع. دلوقتي احنا عندنا مشكله. ماذا يريد العمال من الرئيس القادم بعد اقرار الدستور؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم احنا معانا حاله هنا يعني ناس بيعتصموا اعتصام سلمي علشان ياخدوا حقهم تم اطلاق عليهم بلطجيه وكلاب مفترسه. واحنا حاولنا اتفضل. الشركه دي تمثل امن قومي للبلاد. بالظبط. الشركه دي بتحمي المجتمع المصري من اهم السلع الغذائيه فيه. وهي ايضا بتنتج جانب كبير من الثروه علف الثروه الحيوانيه. هذه الشركه 65% يا فندم. نعم 65% من علف الثروه الحيوانيه في مصر. الشركه دي
احنا 30 سنة مع نظام مبارك نزع من العمال، نزع من العمال حقوق المواطنة وحولنا نفس الاستثمار. يعني احنا كنا زي الارض والقرض كله بالمجان، حتى عمال مصر بقى بلا حقوق. وبعد الثورة يناير و30 يونيو المفروض تعود حقوق المواطنة للعمال المصريين، وهذا لم يحدث حتى الآن. عمال مصر الآن تحت أنياب متوحشة، الحكومة بتكن عداء العمال مصر وبتعتبرهم عقبة أمام الاستثمار. عقبة هي عاوزة عبيد ومش عايزة عمال، لا تريد أحرار. وبالتالي كان يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة لحماية العمال المصريين. الدستور المصري حقق الأمن والأمان المصريين، ولكن ده ما وصلش للحكومة. الحكومة ليست لديها سمع من أجل أن تسمع أنين الفقراء. العمال المعتصمة معتصمة تريد حياة أفضل، هي لا تريد ملكية ولا تريد استثمار، دول عايزين يعيشوا. وبالتالي أنا بناشد قوى المجتمع كلها اللي هي تحافظ على هذه الشركة وتحافظ على ما تم حتى إنقاذه من بيع للشركات وتدمير للشركات. لكن احنا هنوجه كلامنا كله لرجل هو القاضي العادل، أيها المستشار رئيس الجمهورية، احنا أن تفعل مواد الدستور وأن تحمي عمال مصر. عمال مصر بيتعرضوا لزهاد مفترسة اسمها المستثمرين. أنا مع العمل ومع العمال، لكن لا يجب تدمير العمال المصريين أن يدفعوا وحدهم الثمن. هل يعقل بعد ثورتين العمال يلجأوا الاعتصام إلا ما يكونوا تعرضوا للجوع وامتهان كرامتهم؟ أنا أستاذ بدري أنا هستأذن حضرتك برضو في تعليق على حاجة حصلت، إن الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر رفض إن هو يعلق على هذا الخبر، ويعني استاء إن إحنا بنلجأ له دلوقتي علشان يعلق على هذا الخبر. تعليقك إيه على هذا التصرف؟ أنا بأرجوه إن هو يدافع عن عماله، فإذا لم يتحرك للدفاع عن عماله يدافع عن مين؟ عماله الآن بيستغيثوا بيه. هو فندم رفض، هو قال انا مش هدخل اتكلم مع العمال. ايوه انا بقول له يا رئيس اتحاد العمال انقذ عمالك، اتحرك لانقاذ عمالك، حرام ان تتركهم لقمة سائغة المستثمرين. انا بقول لك يا استاذ يا رئيس اتحاد العمال، احنا الان في تطور جديد، عليه ان يتحرك لانقاذ عماله. امال يروحوا لمين؟ مين اللي يقدم لهم المساعدة إلى اتحاد العمال؟ وبالتالي أنا برضو ونشده، لكن الأمر كله فين رئيس الجمهورية بصراحة؟ لأن الحكومة دي أرجو أن لا تعتبروها حكومة، دي حكومة بتعوق تقدم الإنسان، دي حكومة مستثمرين. أنا ما أناشدك يا رئيس اتحاد العمال أن تتحرك بسرعة، العمال دي أمانة في رقبتك أنت مش في عند تاني. حرام يحصل للعمال المصريين ما يحدث الآن، بيستغلوا الأوضاع السياسية في البلاد وبينتهلوا كرامتنا، بيستغلوا انتباهنا الوطني وبيجعلونا نعيش هكذا. يعني نروح لمين؟ نشتكي للخارج؟ نروح للأمم المتحدة؟ نروح لمين؟ إحنا العمال المصريين، إحنا اللي بنينا الوطن، والوطن بيتسرق مننا. مصر بيسرقوها تاني، سرقوها الإخوان وبيسرقها الفساد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا السيد الأستاذ البدري فرغي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. أستاذ جمال، عايزين تعليق من حضرتك طبعا على اللي بيحصل ده. هل يعني دي فعلا، هل هذا بمنتهى الصراحة تقاعس من الحكومة، أم هذه هي الواقعة التي حدثت ما بينكم وما بين الحكومة عن طريق الإدارة يعني الغير جيدة أو يعني الإدارة المرتعشة للشركة؟ بص حضرتك، هو القانون موجود بس اللي بينفذه مش موجود. يعني احنا ما فيش حاجة من يوم ما اشتغلنا في الشركة اخدناها بقوة القانون،
او بقوه القوى العامله مثلا او بقوه مكتب العمل اللي بتابع للمنطقه. يعني احنا لما طلبنا ارباحنا خدناها بقوه ان احنا اعتصمنا يعني حضرتك في النهايه حابب انك تلجا للقانون. لما طلبنا ان العلاوه بتاعتنا بناخدها بقالنا 6 سنين او 7 سنين على الشامل بتاعنا اللي مرتبه 1000 جنيه لما بياخد علاوه 10% بياخدها 100 جنيه بقينا ناخدها على الاساس التاميني بعد 6 سنين او 7 سنين. تمام؟ احنا ضغطنا على الشركه ان احنا عايزين العلاوه بتاعتنا زي ما كنا بناخدها قبل كده. قالوا لنا لا احنا هنمشيها لكم قانوني زي ما انتوا بتاخدوا. انتوا مش بتوع قانون او انتوا مش بتشتكوا وعايزين تطبقوا قانون، احنا هنطبقوا معاكم القانون. طيب. هنديكم علاوه 7% على الاساس التاميني يعني 67 جنيه. لا يعني في هناك كده في تلاوه استاذ جمال والله زي ما بكلم حضرتك. تمام. خدنا قلنا مش مفيش مشكله، هنعمل مفاوضه في وزاره القوى العامله. الكلام دوت عملته من سنه فاتت، عملنا المفاوضه جم دخلت وساطه. دخلت وساطه يعني هم امتنعوا ان 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 الحكم بتاع المفاوضه يمشي ان احنا القانون بيقول انا ليا حق باخده بقالي 5 6 سنين فاصبح ده من حقي. طيب. ده القانون يعني بيقول كده. احنا هنحاول طبعا نتصل وساطة بالسيد وزير القوى العامله علشان يشترك معنا في هذا الحديث، أرجو أن نحاول الاتصال به. أستاذ جمال دياب رئيس اللجنة الاجتماعية أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. أستاذ أحمد فتحي حضرتك هتفضل معنا، وبعد الفاصل مشاهدينا هيكون معنا الأستاذ سيد صقر نائب رئيس اللجنة الاجتماعية للحديث عن المزيد والمزيد وماذا يريد العمال بعد إقرار الدستور الجديد. ابقوا معنا.